متابعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. نهار جديد، تاريخ 8/8/2024. كتواجدوا متابعينا الكرام اليوم مباشره من السوق الاسبوعي خميس اغوراي. بقوا معنا في هذه الجوله هذه، حاولوا ان شاء الله راح نقرب لكم من اثمنه رؤوس الاغنام بمختلف انواع ديالها المتواجده اليوم في السوق الاسبوعي خميس اغوراي. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، خير موجود تبارك الله. اللهم بارك. شحال كتعطي هنا مي حسن؟ 45 عطاو خويا 45 2250 درهم فهاد جوج درسات عاطيين جملة. شحال باش قطعوا مع مي حسن؟ اختارهم 47 كيطلب فيهم 2350 درهم. كيدير السوق مي حسن؟ اسيدي السوق مزيان، الله يجعل البركة. الثمن اخويا كاين الثمن. ايوا هادشي اللي قسم الله. الشاري؟ الشاري شوية. السلعة كبيرة. السلعة بيني وبين. هادشي اللي كاين دابا. الغلمي شحال تقريبا كيطيح عليه بزاف دابا تقريبا؟ هو الغلمي على حسب اخويا خالد. نعم راه الغلمي دابا راه واصل 3000 ريال في الحوانت. الجزار مسكين راه كاين نص الجزار راهم سادين دابا كاع بسبب المشكل ديال السعر. بسبب المشكل ديال الغلا ديال الكتيبه اللي ما كايناش. الحل في نظرك شنو هو عمي حسن؟ هو الحل نطلب الله السلامه، هادشي اللي غيطلب بنادم. يا ربي امين. الله يجيبك الشريعه عمي حسن، الله يجيبك الشريعه، الله يجيبك الشريعه. ثم اللهم بارك. خرفان ملاح، اللهم بارك. شحال طوفات خير السي عزيز؟ 55. هانتوما اللهم بارك. هاد الخير هذا عطيني فيه 2750 درهم. 2750 درهم. كيدير الثمن في السوق؟ الثمن كاين، الثمن كاين مازال. السلعة؟ السلعة موجودة؟ السلعة موجودة، السلعة كاينة موجودة. دابا الغلمي شحال كيطيح تقريبا على الجزار؟ تقريبا. هذا راه ما يذبحوش الجزار، إلا ذبحوا هذا راه طاح عليه 8000 ريال هنا. ماشي هذا 55 يذبحوا. اللهم بارك. هادو عاطين فيهم 2750 درهم. هو خرفان ان شاء الله العيد هذا. العيد ان شاء الله عاوتاني 130 110 خرفان ملاح. اللهم بارك. حاجه غليظه. اخر الثمن ديالهم باش قطعوا دابا انتم؟ كطلبوا فيهم 3000 درهم. 60000 ريال. انا جبت 60000 ريال. بلاتي. خرفان اللهم بارك. شحال كتعطوك هنايا؟ 2900 درهم. عاطيني 58000 ريال. 58. شحال تقطعوا من خير الثمن هذا؟ قاطعينهم 60. كيدير السوق؟ السوق كاين الثمن. السلعه موجوده ولا ناقصه؟ السلعه ناقصه. دابا تقريبا الغلمي شحال كيطيح على بزاف دابا الغلمي؟ 3400. إذا دا دابا هذا صحيح 3400. واش كيتباع دابا كاين اللي كيبيعوا ب 2600؟ 2600 الغلمي. الغلمي لا الجزار انا كيبيعو ب 2600. دابا الخروفه على حساب الخروفه. الخروفه عاوتاني كتكون ناقصه شويه الثمن. ناقصه في الثمن. الخروفه غيوصل عليه حتى 200 درهم. عاطين 58. الله يجيبك التيسير اخويا. شحال عطاوكم؟ 46. عاطين 2300 درهم. كيدير السوق؟ خويا السوق غالي. كاين الغلام؟ كاين الغلام. والسلعه؟ السلعه كاينه وني الغلام. هذو دابا شحال باش قاطعين لهم اخر الثمن؟ ايوا قلنا 48.5 48.5 ما عطاوهالناش. طلبوا فيهم 2425 درهم باش قاطعينهم. خرفان اللهم بارك. عاطي فيهم 2775 درهم. 55500 كيعطيهم في هذا الخرفان هذا. اللهم بارك. خرفان اللهم بارك. عاطي 3250 درهم. 65000 ريال هذا الخرفان. 3250 درهم. خرفان عاطين فيهم 1800 درهم. 36000 ريال عاطين عداني شروالي. خرفان اللهم بارك. عاطين فيهم 2350 درهم. 47000 ريال عاطين في هذا الخرفان. 47 اللي عاطين. خرفان اللهم بارك. عاطين 2900 درهم. 58000 ريال اللي عاطين في الخرفان. 2900 درهم. عاطين فيهم 2300 درهم. 46 عاطين في الخرفان. 2300 درهم. عاطين فيهم 2125 درهم. 42500 عاطين في الخرفان. 42500. عاطين فيهم 2250 درهم. 45000 ريال عاطين هاد الخرفان. 49000 ريال. 2250 درهم. جوج
الخرفان 3500 درهم جملة، سوم 2750 درهم الواحد، 55000 ريال الواحد عاطين فهاد الخرفان. حول السداسي عاطين فيه 4200 درهم، 280000 ريال عاطين فهاد السداسي هذا. الخرفان ملاح اللهم بارك عاطين 3250، 65000 ريال فهاد الخرفان هذا. حول السداسي عاطين فيه 4500 درهم، 90000 ريال عاطين فهاد السداسي. 4500 درهم 90000 ريال. عاطين فيهم 2675 درهم، 53500 درهم، 3650 درهم، 73000 ريال عاطين فيهم، 73 عاطين فيهم، هانتوما اللهم بارك، خوفات ملاح اللهم بارك، واش عطوا فهاد الخير هادي اللي بهنايا؟ شحال؟ 56 هاد الخير هادي اللهم بارك عطوا فيها 2800 درهم، 56000 ريال، هانتوما اللهم بارك، خروفة مليحة، غنقربكم منها مزيان، وهادي شحال عطوا فيها؟ 46 2300 درهم، كيداير السوق اخويا؟ السوق طاير ولا طاير، شطونا نقصد فيها 4000 ناقص 4000 كان شحال هادي طاح دابا السوق راه ولا ولا طاح السلعه كاينه السلعه قليله الشاري ولا ما كنزيدش لا مش شحال كيطيح على غلمي على الكزار تقريبا الكزار كيطيح لي ب 2200 2400 دابا 2200 هذا ديال السنه الحليب هما ديال هما ديال ديال العجا 70 درهم 60 درهم الله يجيبك الشاري يا خويا هاد الخروفات اللهم بارك قطعهم لهم 1900 درهم 34000 ريال كيطلب فيهم 1900 درهم 34000 ريال باش قطعهم عطيهم فيهم 1700 درهم 34000 ريال هاد الخروفات اللهم بارك الشاري عطيهم فيها 1660 درهم 33200 عطيهم في هاد الخروفات خروفات قطعهم لهم 1800 درهم 36000 ريال باش قطعهم الخروفات مولاهم 91000 ريال في ثلاثة الخروفات 91000 ريال في ثلاثة ديال الخروفات هادي عاطين فيها 5300 درهم 106000 عاطين 5300 درهم عاطين هاد الدرسان يا أستاذ عاطين فيهم 1490 درهم 27300 1490 درهم 27300 خلوفات عاطين فيهم 1925 درهم 38500 عاطين فرد خلوف 1925 درهم 38500 هاد الخروفات اللهم بارك جات ملاح اللهم بارك الخرفان ديالها والخروفات كلها كتشاهدوا عاطين 3000
و653 73 عاطيهم فهاد النعجات كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، الخفان ديالهم الخروفات 73 عاطيهم 3650 درهم فهاد النعجات. نجات عندهم خرفان وخرفة ملاح اللهم بارك، عطين 4800 درهم 96 ألف ريال عطين فهاد الخير هذا اللهم بارك. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، وانتم الخرفان ديالها والخرفات 96 ألف ريال عطين فهاد الخير هذا 4800 درهم داخل فن ملاح اللهم بارك. دجا عطين فيها 2350 درهم عندها خروفات وخرفة 2350 47 ألف ريال عطين. دجا عندها خروف عطاو فيها 96 ألف ريال 4800 درهم عندها خروف عطاو فيها مولا 5400 درهم. دجا عندها خروف عطين فيها 4000 درهم 80 ألف ريال عطين فيها 4000 درهم. نجات عطين 3000 درهم 62 جوج بتاسة ديال الخروفات 62 ألف ريال جملة الوحدة 3100 درهم. نجات عطين فيها جملة 2000 درهم 40 ألف ريال جملة، وبالتفرات عطين 2250 درهم 45 ألف ريال. مجموع أربعة اللي فيهم كبار ولكن لكم لهم مازالين ملاح تبارك الله. جا مليحة كي درات السنان؟ مجموع مجموع عاطين فيها 2750 درهم 55 ألف ريال. حاباش قطعة آخر ثمن؟ كيقول 60 ألف درهم. كيقول 3000 درهم 60 ألف ريال. جا عاطين فيها 3100 درهم 62 ألف ريال. 3100 درهم 62 ألف ريال عاطين فيها. عطني عطني صافي. جديان جملة عاطينه شحال تعطوك؟ عطاو خويا 2500. عطاو 1425 درهم فهاد جديان. 28500. جديان ملاح السن خلاص السن. السنة الحليب شحال دابا كيطيح شحال كيطيح العنزي على الكزازة تقريبا؟ 2600. 2600 الله يجيبك الشر يا خويا. جدي عطيني فيه 1100 درهم 22000 ريال عطيني هذا عطيني فيه 800 درهم 16000 ريال. نزلت عطيني فيهم 1850 درهم جملة 10 ديال الذكورة و 4 ديال النساوي اللهم بارك. نعجات ملاح عطين فيهم 37 في 1850 10 ديال الكورة و 4 ديال الانسان قلتهم اللهم بارك. وهاد المعزه هادي عطاتها 22000 ريال. معزات ملاح اللهم بارك عندهم جديان وجديات عاطينو 2050 درهم 41000 ريال عاطينو 41000 ريال عاطينو هاد المعزات انتم اللهم بارك. نزلت اللهم بارك عطين 2400 درهم فيهم 5 ديال الذكورة و 2 ديال النساء 2400 درهم عطين في هذا المعزز. جملة 2000 درهم حسب الذكورة و النساء عطاهم 2650 باش قطعوا عطين 5000 250 درهم 105 عطين
عطيت فيها 5500 درهم لا جوج ديال الذكور. سالينا كريم بغي يسلم قدامي تابعين البيض تابعين الكحل تابعين ماشي البيض هذا لا ماشي البيض هذا راه كريم هذا 825 درهم الخشب نعطيو له 10 درهم 500 درهم الخشب وهاد الخرطال هذا 7000 150 درهم 15 درهم الكيلو 5400 270 درهم الفلوس كوكوريتو ها 150 درهم خلشة زرع 15 درهم الكيلو 300 ريال الكيلو 22 درهم ونص وهذا هذاك فارينا 7000 350 درهم هذا 300 حبيبي هذه 750 درهم.